سمت آلتها التي ولكن خلال فحصها جعل الذباب تنسى الوقت وكل المعلومات ووجدت رأسها في جزيرة لا تعرفها وفي ذلك الجزيرة قامت بمقابلة إما وكانت اجتماعهم من خلال أناناس ستعرفون القصة إذا قرأتم قصتنا وفي ذلك عرفت أيضا تايلور أليكس وبابا وسيحاولون العيش معا في هذه الجزيرة. أنا أصحاب دور إمنا خليل. إمنا هي مرشدة سياحية وعمرها 22 سنة وتعيش في الصحراء. هي كبيرة وأعينها وشعرها بني. عندما كانت إمنا تحاول أن تخدم البالون الهوائي لخدمتها كان الهواء يضرب كثيرا فوجدت نفسها على جزيرة إذا شخصيتي هي بابلو ديسباسيتو هي شجاع كثيرا وستراه في قصة ومهنة شخصيتي هي كوريا ميليتير وكان البابلو في ذاخرة عسكرية حتى جاء عدو وفجره وبعدها تواجد في جزيرة. الطرق للجزيرة هنا نرى بلدانا كنت في كندا وذهبت إلى الجزيرة. أنا كنت إلى أستراليا في سيدني وذهبت إلى الجزيرة بالطائرة. أنا كنت في سنغافورة وذهبت بطريقة الآلة النقلية إلى الجزيرة. أنا كنت في الصحراء المغربية وذهبت بالبالون الهوائي إلى الجزيرة. أنا كنت في البرازيل وذهبت بالباخرة إلى الجزيرة. وكاء الجبل نندفع في جزيرة الحمزة التي نمثل منها بمفعلة مروت لماذا تكون في على بعد عدة كيلومتر من كندا في المحيط الباسيفيك في الواقع هناك خمسة جزر التي هي في مكان حدود الجزر حتى لا جزر جزر المولات حدود الجزر خمسة وهنا نرى بركان الذي سيكون له دورا مهما في القصة تغطي الجزيرة أساسا النخيل وأشجار الجوزلين وهناك أيضا العديد من مصادر المياه تاع الأسماك ونحن نرى أيضا شجيرات فراولة وأخيرا نرى حيوانات ولكن ليس فقط أي حيوانات هي حيوانات خطيرة ووحوش يجب حوضها نفهم أن هذه الجزيرة مكينة للأطعمة ولكنها خطيرة جدا ونحن في الأول في القصة نعيش في هذه الجزيرة. تم كتابة اليوم الأول من نادر أليكس استقيدت أليكس أولا ووجدت أنه تم تدمير نيران الأمس كما اكتشفت أثارا للأدراس الحضرة وتبعتها
وجدت نفسها وجها لوجه مع هدرة ووحش مع جسد رؤوس بفار ذراعتها المجهولة تبني قوسا مع قطعة المشروب تبني قوسا الذي قتل الهدرة بعد شرح مغامرتها مع أصدقائها رسمت تايلور الصحفية خطة للهروب سيحتمي أليكس وإنا بالأغبياء وسيأتون بابلو رعاية المباني في حين ستجد أنا وتايلور طريقا للهروب من الجزيرة عندما نام بابلو إنا وأنا وأليكس اختفت تايلور وسنجدها في اليوم التالي. اليوم تم كتاب اليوم التالي في وجهة إدارة تايلور. لقد ذهبت تايلور في الغابة للحصول على الطعام في وقت مبكر الليل، لكنها لم تستطع العودة إلى المخيم. إذن أليكس إن أنا وبابلو يشعلون النار وترئيس تايلور للدخان، وبمشهد وصولها تقوم تايلور بتفريغ الطعام ويأكلان ثم قرروا قضاء اليوم في المخيم لتعزيزه في حالة العاصفة إذا كانت العاصفة تقترب. فذهبت أليكس وتايلور للبحث عن أوراق النخيل في الغابة ومن آل النخيل رأت تايلور غازا أخضر يقترب فدولية سرعت تقترب عنه وإنما عندما قصدته أغمى عليها أغمي عليها فبعد ذلك الآخرين جاءوا ينتقلونها وفقط وبدأت تغني بشكل كيلا كانت وحوش في جسمها فبعدها ضربتها إما بالأناناس الأخضر الذي بيدها دائما وثم بعد ذلك استيقظت في المخيم في المخيم وقالت وذهبت أنا لترى ما هو الغاز الذي أغمي علي فألقت أنه ينشئ من البركان وأنه يعني أن البركان سينفجر إذن كنا قلقا فذهبنا إلينا. اليوم التالي مكتوب بواسطة معلومات مدار أنا. خلال هذا اليوم سيحدث حدثان رئيسان تعريف معلومات آخر عن الغاز البركاني وأيضا اكتشاف شيء يأتي من الجهاز التقييم. في صباح الباكر انقذت أنا وتفكرت عن ما حدث في اليوم الثاني. كيف قالت تايلور اليوم الثاني كان غاز بركانيك في السماء وفي صباح اليوم التالي ذهبت أنا لتكتشف معلومات أخرى عن هذا البركان واكتشفت أن هذا البركان لديه غاز ليس غاز
خطير لتايلور ويمكن أن يقتلها، فذهبت تبحث عن طريقة لتنقذها، وبعد ذلك وجدت نبتة يمكن أن تنقذها، ورجعت وفي الطريق نظرت إلى رجالها إلى الأرض ونظرت شيء صغير، وهذا الشيء يأتي من جهاز التحكم، فذهبت إلى عند صديقها وقالت ذلك لأن، وبعد ذلك نامت لأنها كانت خائفة جدا. في اليوم الرابع كانت إنا استيقظت قبل أصدقائها، ولأن في اليوم الثالث قالت أنا لإنا أنها تعرف أين توجد جهاز التحكم عن بعد. فعندما كانت أليكس وإنا تبحث عن شيء للأكل، قالت إنا لأليكس أنها تعرف أين توجد جهاز التحكم عن بعد. فعندما كان أصدقاؤها ينامون، قالت أليكس لتايلور أننا يجب أن نجدها. فعندما استيقظوا ذهبوا إلى البركان، ولكن كان على البركان وحوش كثيرة، تايلور، أليكس، أنا وبابلو وجدوا جهاز التحكم عن بعد، فرجعوا إلى الجزيرة، والآن يجب أن يصلحوا. بعدها في اليوم التالي كنت في وسط الليل أتنزل حتى التقيت بنمر كبير، وبعدها قتلته. وبعدها نسوا عند أصدقائي. وفي الغد سمعنا انفجار، فذهبنا نبحث عن مكان الانفجار فلم نجد شيئا. وبعد ذلك بعد ساعات وساعات تذكرت إمنا البالون الذي سمع أبوها وأمها قبل أن يموتوا. بعد ذلك ذهبنا إلى مكان البالون، وبعد ذلك أخذناه، ثم وجدنا خريطة تبين لنا المكان المطار الذي كان يوجد بجانب الجزيرة، فذهبنا إلى هذا المكان. وبعد ذلك بعد وقت طويل ذهبنا وأخذنا الطائرة، وذهب كل واحد إلى عائلته. نهاية الرحلة. في بعض القصص نقرأ أن النهاية تنتهي بشكل حزين جدا، ولكن في هذه المغامرة انتهت القصة بشكل رائع جدا. ذهبنا كلنا إلى فانكوفر أين تسكن أليكس، ومن ذلك ذهب كل واحد منا إلى بلده الرئيسي، وعشنا سعداء كل حياتنا. هي أننا لا يجب أن نثق بأحد في هذا العالم، لأن أي شخص يحارب الوحوش يجب أن يكون حريصا أن لا يصبح وحشا
في القتال. أما بالنسبة لمن يدقق في عمق الهاوية فإن الهاوية تدقق في دورها. فريدريك نيتشه هو اللي كتب هذا. تصميم الكتابة على سيرفونية وترسيس. وفي تسر أداتنا الفنية في على الخرائط الطبوغرافية ليحسنها الدفتري. النموذج الخاص بي هو المكان الذي تقطع به السطور. يمكن أن قراءة عدد الحكايات من النام مع أناناسها الأخضر وهذه العناصر الفنية هي كيف وصلوا تايلور وبابلو إلى الجزيرة. وهما في الكتابة كتحت باللون الأسود وتايلور باللون البني وأنا باللون الأزرق بابلو باللون الأخضر لتسكين وأنا باللون الأحمر. كل لون يتميز بمهنة كل شخص. ممتاز. شكرا.